مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي البوابة نيوز، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام ومصر بخير. غدا 6 أكتوبر ذكرى العزة والكرامة، ذكرى النصر. مصر تحتفل غدا بالذكرى الواحدة والذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. عايزين ندردش كده في كام نقطة. أول نقطة عايزين نتكلم فيها إن إحنا في الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر، يعني اللي عنده 50 سنة أو 51 سنة معاش حرب أكتوبر وما شافش التضحيات والبطولات اللي قامت بيها القوات المسلحة الباسلة لتحقيق هذا النصر، النصر اللي بيحتفل به كل مصري وكل عربي. مصريين بس مش هم اللي بيحتفلوا بانتصارات اكتوبر، لا ده كل الوطن العربي بيحتفل بنصر اكتوبر، لانه كان النصر الاول في التاريخ على الاحتلال الاسرائيلي او على العدو الاسرائيلي. طيب النهارده 5 اكتوبر، عشان نتكلم في 6 أكتوبر أو في ذكرى انتصارات 6 أكتوبر، انتصار أو حرب 6 أكتوبر ما كانتش يوم 6 أكتوبر فقط، لكن كانت في الأيام السابقة وفي الأيام اللاحقة أيضا ل 6 أكتوبر. لما نتكلم عن النهاردة 5 أكتوبر وماذا حدث في 5 أكتوبر، اليوم السابق مباشرة لانتصار أكتوبر المجيد. يوم 5 أكتوبر الأجواء لم تكن تقول إن هناك حرب أو إن هناك أي هجوم من الجبهة المصرية أو الجبهة السورية. بالعكس، زي ما كلنا عرفنا قبل كده، كان في خطة استراتيجية وضعها الرئيس والزعيم الراحل محمد أنور السادات. الخطة دي اعتمدت على خداع العدو واعتمدت على أكثر من محور. من ضمن المحاور دي يوم 5 أكتوبر معظم الصحف المصرية وعلى رأسها صحيفة الأهرام نشرت عناوين ومنشطات مثل توتر على أو توتر حاد على الجبهة السورية، ومعظم الموضوعات الصحفية اللي نشرت في هذا اليوم كانت بتقول ان الاوضاع مستقرة ولا تنبئ باي هجوم ولا تنبئ باي حرب. في نفس الوقت ما كانش حد عارف ان قرار الحرب تم اتخاذه من القيادة المصرية، ما كانش حد عارف ان الرئيس محمد انور السادات زار مركز القيادة رقم 10 لوضع اللمسات النهائية على خطة الحرب وخطة العبور. ده معظم اللي حدث في 5 أكتوبر. كان هناك تصميم على تصدير أو تأكيد خطة الخداع الاستراتيجية اللي قامت بها مصر للعدو الإسرائيلي، وزي ما قلنا نشرت معظم الصحف مواد صحفية تؤدي إلى أو يعني تؤكد أن لا نية لحرب، لا نية لأي هجوم. أيضا في هذا اليوم كانت أروقة الأمم المتحدة بتشهد مناقشات حادة بتقوم أو يعني معظم هذه المناقشات بتتهم العدو الإسرائيلي يعني أنه يقوم باحتلال الأراضي وأنه يقوم بالقمع و و و بما يؤدي أيضا إلى أنه لا نية لحرب ولا نية لهجوم. يبقى مجمل ما حدث في 5 أكتوبر، كان هناك تأكيد على خطة الخداع الاستراتيجي التي قامت بها مصر ورسمتها جيدا ووقع فيها العدو الإسرائيلي وكانت مقدمة من مقدمات النصر. في نفس الوقت كانت بتوضع اللمسات النهائية لخطة العبور وخطة النصر. دي نقطة من النقاط اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هو ماذا حدث في 5 أكتوبر. نرجع للنقطة الأولى اللي كنا بنتكلم فيها مع حضراتكم عن إن اللي عنده 50 سنة و51 سنة معاش حرب أكتوبر
ومعشي بطولات اكتوبر ومعشي ومعرفش التضحيات اللي قدمتها القوات المسلحه وابطال اكتوبر. علشان كده بنقول ان دورنا كلنا ان احنا نعلم اولادنا ان السادس من اكتوبر عيد يجب ان يحتفل به الجميع، ان السادس من اكتوبر عيد لنصر عزيز على قلب كل مصري وعلى قلب كل عربي، ان السادس من اكتوبر يوم اثبت فيه جيش مصر انه لا يهزم لا يكسر لا يقهر مهما جيشوا له من عدة ومن عتاد ومن أسلحة. نعلم أبنائنا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت أول نصر عربي على الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي في السادس من أكتوبر، وأن هذا النصر هو الذي حرر الأرض، هو الذي استرد الكرامة، هو الذي أعاد الهيبة، هو الذي قال إن هناك قوات مسلحة مصرية قادرة على صون الأرض وعلى رد الكرامة وعن الذود على الدفاع والذود عن أرض مصر الحبيبة. نعلم أبنائنا أن جيش مصر لا يفرط أبدا في أرضه، لا يفرط أبدا في حبة رمل واحدة من أرض مصر، لا يفرط أبدا في شبر واحد من أرض مصر. علموا أبناءكم أن نصر أكتوبر عيد يجب أن نحتفل به، علموا أبناءكم أن سيناء عادت بالشهداء وبالدماء وبالتضحيات وببذل الغالي والنفيس، علموا أبناءكم أن هناك أبطالا لا زالوا على قيد الحياة من الذين شاركوا في حرب أكتوبر، يجب أن يعرفوهم، يجب أن يشاهدوا ويفهموا ما يقولون. الأجيال الصغيرة لا تعرف الآن حرب أكتوبر، هناك من تسأله عن حرب أكتوبر فتكون معلوماته قليلة. فيعني ده دورنا إحنا في الإعلام ودورنا إحنا في الأسر أو الأسرة اللي هي أول من يتعامل مع الأطفال وأول من يتعامل مع تلك الأجيال أو هذه الأجيال. علموا أبناءكم أن أكتوبر عيد، علموا أبناءكم أن أكتوبر نصر عزيز.